مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كل يوم كتاب. كتابنا لليوم بيحمل عنوان جورنال لبول ليوتو ونشر سنة 1954. ليوتو كان معروف بطريقة كتابته للقصص الأوتوبيوغرافيك، القصص الشخصية أو البرسونيفيه، وكان أغلبية كتبه هي نقد للمسرح ونقد للأدب. ولكن بقصة جورنال منلاحظ أنه الكاتب بعد شوية عن موضوع يلي موضوع إذا بتكون كيف يطرح السؤال الشخصية تبعه للإنسان بقلب القصة، ولكن هو اهتم أكثر بقلب محور الشخصيات وطريقة تفاعلها مع بعضها. جورنال من القصص أو الروايات الجميلة اللي بتسلي، وأكيد ليوتو من الكتاب يلي أخذوا مطرحهم بالأدب الفرنسي وحتى بالأدب العالمي. من القصص يلي بشجعكم أن تقروها. يعطيكم ألف عافية ونلتقي إذا الله راد بحلقة جديدة من كل يوم كتاب.